يا هلا فيكم في ترند. دعوات زفاف على الكمامات هي آخر صيحات الدعوات لحفلات الزفاف، واللي تعودنا أنها تكون بسيطة وكلاسيكية. الدعوات اللي تم تصميمها على الكمامات تتضمن نفس الصياغة والأسلوب، خاصة بالدعوات الاعتيادية، حيث تم كتابة اسم العروسين والعائلتين ومكان الزفاف اللي كان بأحد المنازل وليس في قاعة أفراح كما هو معتاد. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور الدعوات وأثنوا على الفكرة وأكدوا أنها مبتكرة، طالما أن الزفاف لم يشهد أي تجمع كبير مثل ما يحدث في قاعة الأفراح. رياض أطفال تفتح أبوابها للطلاب في تايلاند بإجراءات صحية صارمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ففي الصف الواحد يجب أن لا يزيد عدد الطلاب عن 25 طالب، وكل طالب يدرس داخل صندوق بلاستيكي شفاف ويلعب داخله بروحه، بالإضافة إلى لبس التلاميذ لواقي الوجه في بعض الأنشطة. العمود الفقري للثقافة مبادرة أطلقتها إحدى المؤسسات الهندية لتعزيز المساواة بين الجنسين بتعليق لافتات وإضاءات إشارات مرورية تحمل صورة امرأة في شوارع مدينة مومباي، تضمنت 240 إشارة مشاة جديدة. وحل هذا الموضوع نشر وزير البيئة والسياحة في ولاية مهارا شاترا على حسابه في تويتر صورة لللافتات وقال: إذا مررت بدادار فسترى شيئا يجعلك تشعر بالفخر. مؤسسة BMC تضمن المساواة بين الجنسين بفكرة بسيطة، والإشارات باتت الآن تشمل النساء أيضا. علقت عشرات الأبقار على أسطح المنازل بسبب الفيضانات في كوريا الجنوبية، هالموضوع اللي خلى فكرة إنزالهم من على السطح تحدي كبير أمام فرق الإنقاذ بسبب ضخامة هذه الحيوانات، وكانت رؤوس الماشية تطفو إلى الأعلى مع تصاعد مياه الفيضانات إلى أن بلغت بر الأمان على أسطح المنازل. وعندما انحسر الطوفان أحضر عناصر الإنقاذ رافعة وأنزلوا الماشية واحدة تلو الأخرى من فوق أسطح المنازل. وبكذي وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر في حلقة جديدة. مع السلامة.